يعني ايه يعني يا حبيبتي؟ موبايل ضاع ولا ايه؟ يا كسوف يا كلب البحر يا صغير انت، انا شفتك وانت بتلعب بيه مخبيه، شوف يمكن وقعت في حته. لا انا ما شفتوش وما اعرفش هو فين. ولا انا حاسك بتحور. بس يلا كداب يلا، ما خدش حاجه. طب خلاص بقى يا حبيبتي، انا عارف انا هعمل ايه. كلمني يا حبيبي شرطه الاطفال، هي اللي هتيجي وتدور وهتطلع اللي اخده وبعد كده تحبسه. بس كده من عينيا يا خالتي. الو شرطه الاطفال معايا؟ ايه ده؟ استنوا استنى استنى تتقفل. هو ده يا هبل. يا نهار ابيض، كل دول من فلوس الدروس يلا بتحوشه. انا مش فاهم، انا انت مفيش ولا درس بتحضره وبتقلب فلوسه، بتنجح ازاي وتعدي السنه؟ دي موهبه الحمد لله، ربنا بيسخرها معايا دايما، ومش عايز منك مليم يا كلبة البحر اللي بتزليني. وحياة امك؟ طب والله العظيم اخش اقول لماما انت بتقلب فلوس الدروس. يا ماما بنت حصة تيجي من الصبح. استنى بابا، ما بتقول لحضرتك يلا عشان نروح عشان هي لقيت ايديا لاخويا. قرب بقى. حد يخش على حد وهو بيعمل كده؟ حاجة اخبرتي لي حالي، ضيعت لي مالي. اخبرتي لي حالي، ضيعت لي مالي. لعنة تبقى تزال تعوانا. يلا يا جدعان بسم الله. ثانية واحدة، الأكل اللي محتاج إيه؟ بيبسي طبعا. هو ده. طيب يا جدعان هروح أجيب لكم بيبسي، بس هروح باجي ثانية واحدة محدش ياكل غير لما أجي. يا عم عيب عليك. يا عم بقالي ساعة جوه بضيع حاجة، ساعة مش لاقي الاتنين خلصانين. أخرت ليه يا عم؟ كنا مستنيينك والله. ما أنت اللي طولت. لا يا أسطى أنت بتقول إيه يعني؟ ألف أنا مش هينفع أقلفكم، أنتوا تأمروا يعني. العدل فوق الجميع بيعشقوا المخلوق. مبروك يا حبيبي، عقبال 10 مليون. خلص يا لمي زريبه دي بقى المقشه والجاروف والمكنسه جوه، ولمي الحاجه دي. اهي يا حبيبتي اللي حكيت لك عليها، طلبتها اونلاين جات لي في يومين بس. بصي خيرها، بصي بسم الله ما شاء الله، حاجه كده مفتخره والله. طب بتقولي ايه الحاجات دي قد ايه يا حبيبتي؟ وسع يالا حاجه كده ايه، بسم الله ما شاء الله جميله والدفء. في عرض منها لو خدت انت هاخد 3 ساعات. في يا جدعان عندي شغل الصبح عايز انام. في يا جدعان يا نهار اسود، اجري ابنك الجد. انت مش فاهم الحاجات البسيطه دي بتفرحها ازاي. اكيد انت راجل كريم وهي تستاهل كرمك، ما تبخلش عليها. مركز على حاجه بالحاجات دي مضره بالصحه. وادري الفيديوهات دي ولا 100 مره ماما. يعني اللي هيبقى ذهب وتليفون، مين اللي هيجيب حق التليفون ده يا حاج؟ انا يا بابا معايا ملبسات. يا قلبي بابا والله العظيم انت الوحيد انا اللي باقي لي في الدنيا دي. امسك اروح بابا. ايه ده؟ يلا يا بنتي يلا بنتي، من هنا احنا مالناش قاعد في البيت ده، طول ما الكائن الصغير ده عايش معانا في البيت. يا ضحكي اطلع كام بحر خمسه بس كده خمسه. هو حضرتك ممكن دقيقه بس، دي ثانيه واحده اخش الحمام واطلع. هو حضرتك بقى ساعه عامل لك يعني قلب بخر زي ما اغسلهاش يعني؟ دي ساعه ترجع معاك ساعه شويه بتاع شويه. يا رب لسه ما خلصتش يا بابا، غصب برقه. ما خلاص دقن يعني ولا ايه؟ روح اطلع حمام تاني. اروح عند الجيران يعني؟ بص يا حاجه انا بقى حضرتك لعبه بسيطه كده، بظن انها مضربني زي امبارح زي بابا عشان اكلني قلم على وداني مسفره لحد دلوقتي. انا شلته بونت الشيتو. ما انت اللي بتجيبه لنفسك يا اخوي لما نشوف اخر تفاهتك دي. دور حضرتك يا كلب البحر، يا كلب البحر بس في مخك صوره اللعبه. اخلص انت كمان الحجراب ولا جريبي. الناس لو سالوني كده والله الحقيقة يا حاجة الله يعوض علينا في الفتنة. ابعد انت اهو، الله يخرب بيتك. ام الغسيل الصبح ولا هي حبكة يعني عشان كلب البحر الصغير؟ يلا بنشوف اللي انا سمعته قاعد يا كلب البحر مشابك صح؟ بصراحة طب روح هات. طب ما حضرتك وسعت عشان انزل اجيب. لا ما انت هتروح تجيبه من هنا. اجيب ايه يا ام؟ ده ليه شهون مشبك اهو. ايه ده؟ ما تاكل يا حبيبي ولا امك قالت لك ما تاكلش عندنا؟ لا لا يا حبيبتي بتقولي ايه؟ كل يا كلب البحر، كل ما تجيبلاش الكلام كل. حاضر يا خالتي حاضر. اتخانقت هنا وعايز انزل اخرج مع صحابي، عايز 200 جنيه عشان انزل. مفيش فلوس يا كلب البحر ومفيش نزول، كله وانت ساكت. والله طب ما تزعقيش مني بقى.
قول لي يا حبيبي سيبك من امك، يلا عشان عاملين لك بسله باللحمه هتاكل صوابعك وراها. يا ايه الاحمد يا خالته؟ مهما كبرت صغير وانا مهما عليك مش فوق. ايه ده؟ انت ما بتكبرش على اللعب الاطفال دي؟ مالكش دعوه يا حبيبي، انا بحب العب العيال الصغيره. بعدين مش عمك امبارح اداك فلوس ملوش تديني منها؟ خد العب بيا يا دوبك، حلو عليك. طب انا كنت عايز. طب بقول لك ايه؟ تعرف تنشر بتاعها دي في دي ولما حدفها فوق وانت مغمض عينك؟ يا عم ماشي وانا موافق يلا. طب ماشي لما تكون جاهز قول يلا. اه اكيد جد انا عالمي وعاقل. قلنا 100 مره الباب ما يخبر حد يفتح لي ماذا؟ بعد اذنك يا بابا. ده بس بقى مفيش فلوس. يا رب كل نشوف ده حلم اكيد بحلم اكيد بحلم اكيد بحلم. ايه ده؟ ايه طلعت الجو؟ يا جدعان البحر انا جنب ده انا جنب ده طلعت بقى الصلعه النبي ده ما بيهاجم ما بيعملش حاجه. تعالى بقول لك يا جدعان البحر يا ريت يا في بيت ده. ايه والله طبعا بص بقى والله حضرتك مش عارف اتكلم في الموضوع ده هي اللي تكرر بقى. يا سلام لو اشوفك هادي كده على طول. يا امي طول عمري هادي ما انا صغير اصلا وانا كنت قاعد هادي جاي لسه ما حدش بيسمع لي صوت. شفتش نفسك وانت صغير؟ لا نسيتك ولا عارف انساكي بس انا سبتك عادي بهواكي اطلع. مش خلاص خلصت الفيديو بتاعك ما تجيش تكلمني على الشاحن تاني بقى. لا يا معلم انا لسه منتج الفيديو وبعدين موبايل 8%. عايز ايه؟ عايز منتج. انا موبايل 10%. حلو انا 8% اقل منك. حلو طب اهدى بس يا ابني مش هتاخد. لا والله يا عم يا نهار اسود ونايل امي يا نهار اسود. عاجبك كده يعني؟ عاجبك كده؟ ما انت صعب اللي احنا فيه ده. اما انت اللي كنت عايز تاخد الشحن. عايز منتج يا عم. كفايه